هل تعاني من الوحدة؟ هل لديك مشكلة لم تجد لها حل؟ لا تقلق، فبرنامج لكل مشكلة حل لمساعدتك. نستضيف نخبة من الخبراء الاجتماعيين لتقديم النصائح والإرشادات التي تحتاجها. لكل مشكلة حل، برنامجك الأسبوعي الذي يفتح أبوابه لكل من يبحث عن إجابة. اتصل بنا وشاركنا قصتك، معا نبني مجتمعا أكثر سعادة وتماسك. لكل مشكلة حل يأتيكم كل يوم اثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا من إذاعة القوات المسلحة العراقية من قيادة العمليات المشتركة على الموجة 98.1. مساء الخير لكل من يستمع لنا، ومساء الخير لكل من يشاهدنا. مساء الخير من إذاعة القوات المسلحة العراقية في برنامج الكل مشكلة حل. هذا البرنامج يبث إلى حضراتكم كل يوم اثنين الساعة الواحدة ظهرا، وبإمكان حضراتكم أيضا مشاهدة هذا البرنامج والاستماع له عبر التردد 98.1 FM، وأيضا مشاهدة عبر الصفحة الرسمية للإذاعة القوات المسلحة العراقية. وأني اليوم وياكم أيضا موجودة على منصة التيك توك بالبث المباشر للإذاعة، فأهلا وسهلا بحضراتكم. مساء الخير لكل من يسمعني، هاي مرة ثانية أقول لكم إياها، ولكل من يشاهدني. معكم دكتورة ندى فاروق من إذاعة القوات المسلحة العراقية. اليوم عندنا مشكلة نحب نتحدث عنها، لكن أرد وأقول أنه هذه المشكلة هي أكيد لها حل إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المشكلة بدأوا يتحدثون عنها الناس، أسمعها من بعض الناس، واللي حد أنه قالوا لي دكتورة لطفا اتكلمي عن هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع مهم جدا. الموضوع اليوم اللي أحب أتكلم عنه هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. طيب إذا حبينا أنه نتحدث عن الاحتفالات وشون تتم، أكيد كل واحد بينا عنده مناسبة خاصة يحب يحتفل بها، وهذه المناسبة لما نحتفل بها نشاركنا مجموعة من الناس بها، وقد يكون أنه الاحتفال كبير، وقد يكون الاحتفال بحدود الأهل. يعني قد يكون الاحتفال أنت تحتفل ببيتك بمناسبة مثل عيد ميلادك، مثل مثلا زواجك، أو تحتفل بقاعة، أو تحتفل في أي مكان. طيب هناك مناسبات عديدة، منها مناسبات الاحتفال بالزواج، ومنها الاحتفال بعيد الميلاد، ومنها الاحتفال بالعودة من العمرة والحج، ومنها الاحتفال بفوز المنتخب العراقي. هذه عدة مناسبات، لكن هاي مو كل المناسبات، لكن بعض المناسبات اللي اليوم راح أتحدث بخصوصها. وأيضا هناك مناسبة قرب أن هذه المناسبة سنويا أشوف الناس يحتفلون بها بشكل كبير، اللي هي الاحتفالات اللي ترافق رأس السنة الميلادية. فبهذا الخصوص حبيت اليوم أتكلم عن موضوع وهو مهم جدا، وهذا الموضوع بديت أشوف ردود الفعل على يعني من الناس عليه، اللي هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. السؤال اللي يطرح نفسه هو هل يجب أن نحتفل؟ نعم، ممكن أنه إحنا نحتفل بمناسبة تخصنا أو تخص المقربين أو تخص الناس
عناصر عزيزة علينا أو نشارك باحتفال أو مناسبة كتعبير عن مشاعر الفرح والسعادة اللي نشعر بها، لكن طريقة الاحتفال وهذا هو محور كلام اليوم، أنه شلون أنا أحتفل مع الآخرين، شلون ممكن أعبر عن سعادتي وشلون ممكن أعبر عن الفرح اللي أشعر به. لا أنسى أنه أنا جزء من عائلة، ولا أنسى أنه أنا جزء من مجتمع، ولا أنسى أنه لهذا المجتمع إلى عاداته وإلى تقاليده وإلى أمور لازم أني أحترمها. طبعا إحنا نحترم كل الأديان، كل الطوائف، كل المذاهب، كل الأطياف، وكل إنسان إلى طريقة الاحتفال اللي يحب بها يعبر عن فرحه وسعادته ويعلم بها عن الاحتفال اللي هو ده يحتفل به. لكن طريقة الاحتفال هذا هو الموضوع اللي ده أتكلم عنه اليوم، وأقول أنه هناك بعض المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات، وهذه المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات بدت تنطي ردود فعل عند البعض واستهجان من البعض الآخر. والسبب أنه بعض الذين يحتفلون، البعض وليس الكل، بعض الناس من تحتفل وتحب أنه تعبر عن فرحتها تجي شو تسوي، تقوم بأمور غريبة عجيبة في سبيل أنه تقول للناس ترى احنا فرحانين، ترى احنا سعداء اليوم، وما يراعون أنهم جزء من مجتمع لازم هذا المجتمع عين يحترمه ولازم يعرفون أنهم جزء من عنده. اليوم أنا شنو أتكلم وشنو أتصرف فأنا مسؤول عنه، وكل فرد من أفراد المجتمع شنو كلامه شنو تصرفاته هو مسؤول عنها، وبالتالي إحنا المفترض أنه ننتبه ماذا نقول وننتبه شنو نتصرف اتجاه المجتمع وننتبه من الموجودين من أفراد المجتمع. اليوم أنت من تتكلم أو من تتصرف لازم تراعي أن هناك رجل كبير امرأة كبيرة، لازم تراعي أن هناك أطفال، لازم تراعي أن هناك شباب، لازم تراعي أن هناك شابات، لازم تراعي أن هناك فئات بالمجتمع قد تتقبل ما تقوله أو تفعله وقد لا تتقبل. إذن اليوم كلامي هو عن المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. زين، هل صحيح أنه إحنا نحتفل مع أفراد المجتمع؟ إيه ليش لا؟ مظاهر الاحتفال هي حلوة وتعبير عن الفرح والسعادة هي حلوة، وهيك مناسبات أنه إحنا نحتاج أنه إحنا نعبر عن فرحنا وسعادتنا لما اليوم يتزوج شخص عندنا، لما اليوم يصير عيد ميلاده، لما مثلا يرجع من العمرة أو الحج، لما يفوز المنتخب، أكيد إحنا كلنا سعداء. طبعا بهالمناسبة تحية للمنتخب العراقي وتحية لكل المباريات الحلوة اللي دي يخوضها واللي دي يسعدنا بيها. لكن أرجع وأقول شلون أنا ممكن أحتفل بطريقة بحيث تكون لائقة وما تسيء للآخرين. زين، إذا أردنا نحكي على الاحتفالات، وقبل ما أبدي بموضوعي، أكيد حضراتكم لاحظتوا بوسائل التواصل الاجتماعي احتفالات اللي صارت قبل فترة اللي هي احتفالات التخرج، واللي ورا فترة هسه حتبدي احتفالات التخرج بالجامعات العراقية. طيب، وأيضا أكيد تشوفون الاحتفالات اللي تصير بمناسبة الزواج بالقاعات، أكيد شلون تشوفوها؟ شوفوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والسؤال هنا، كم واحد من يشوف أن احتفال ده يصير ويشوفه بوسائل التواصل الاجتماعي يتقبله، أو يشوفه مثلا يعرض على شاشة التلفاز ويتقبله؟ وإذا ما تقبلته أريدك تقول لي، أو أريدش تقول لي أنتوا ليش ما تتقبلوا؟ ابقوا وياي بعد الفاصل ونتابع هذا.
إذن نتابع حديثنا لهذا اليوم عن موضوع مهم اللي هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات، وهذه الاحتفالات هي متعددة، منها الاحتفالات بأعياد الميلاد، منها الاحتفالات بالزواج، ومنها الاحتفالات بفوز الفريق العراقي، ومنها فوز المنتخب، أو أحيانا الاحتفالات اللي يقوم بها البعض أنه يحتفلون بفوز فرق هم يحبوها مثلا على سبيل المثال. إذن تنضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع ضيفتنا لهذا اليوم عبر الهاتف الست رسل رياض. مساء الخير ست رسل. مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بالدكتورة. اهلا وسهلا بحضرتك الإعلامية ست رسل رياض، ان شاء الله حضرتك اليوم ضيفة على برنامج الكل مشكلة حل، وحتشاركين ان شاء الله اليوم مناقشة موضوع مهم بالبرنامج اللي هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. فاهلا وسهلا بحضرتك ست رسل. اهلا بيش دكتوره، اتشرف بيش طبعا، واهلا بكل اللي بيستمعون بنا من خلال اذاعتكم. اكيد اهلا وسهلا بحضرتك ست رسل. احنا اليوم بدنا نتحدث عن برنامج، عن موضوع، انا كل ساعه اقول موضوع واقول برنامج، احنا اليوم بدنا نتحدث عن موضوع مهم اللي هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. برأي حضرتك هل يجب ان نشارك الاخرين افراحهم ست رسل بالاحتفالات بمناسبات خاصه أو عامة؟ تفضلي حضرتك. مبدئيا أنه كأساس خلينا نتفق أنه مشاركة الآخرين باحتفالاتهم بأفراحهم هو جانب أخلاقي، مثل ما أنه إحنا اليوم ملزمين بأنه نشارك الآخرين بأحزانهم. إحنا اليوم جزء من مجتمع، جزء من منظومة مجتمعية، إحنا نشارك الآخرين احتفالاتهم. لكن المشكلة اللي تصير وين؟ المشكلة تصير بالمبالغة بالموضوع. يعني ممكن احنا قبل سنوات كنا نتحدث عن انه المبالغة والبذخ بالاحتفالات، لكن اليوم صارت مشكلتنا اكبر. اليوم صارت مشكلتنا انه احتفالات بالشوارع، صار موضوع مؤذي للآخرين. بطريقة هنا احنا لازم نوقف. اكو حد ممكن يوصل لي موضوع اليوم أنا احتفالي وفرحتي لما أضايق بها الآخرين، لما أنه أنا ما أحترم بها الآخرين، هنا أنا لازم أوقف. أكو فد سيستم معين أنه الحد عنده لازم الإنسان يوقف خلاص. بس إحنا عندنا مشكلة اللي صارت الآن. صار أكو خلل بالمنظومة الأخلاقية. اليوم مو مهم أنه أكو شخص بالشارع اللي أنا ساكنة بيه عنده فاتحة، عنده ظرف معين، مو مهم. هنا صارت المشكلة. كان ممكن أنه إحنا كلنا عايشين بمجتمعات وعايشين ويا أهلنا، لو نرجع لسنين قليلة ممكن لا، كان حتى لو كانت عندنا احتفالية معينة كزواج كشيء، ما ممكن أنه أغير تاريخه فيروح يعتذر من الجار، ممكن يوصل نص صوت التلفزيون، ممكن نص صوت الراديو، لأنه عيب جيراننا عنده ظرف. هذا الموضوع انتهت هذه القيم. ما أعرف يعني اللي دا يصير شنو بالشباب، ما دا أعرف. هذا الحماس الزايد اللي دا يأخذهم بعيدا عن أخلاقيات، هنا هي المشكلة. التعبير عن مظاهر الفرح بشكل مبالغ به وشديد الأسف غير مسيطر عليه من قبلهم، يعني ظاهر من يعبرون في الطريق بالضبط. إنه اليوم حتى من بتاخذ الحماسة باتجاه ممكن فوز فريقه، فوز إنه فد منتخب هو يحب، احنا اعتبرنا انه اليوم نفرح لمنتخب العراقي على اعتبار انه هو منتخب بلدنا صعد بفلان بطولة. اليوم فرق ما لنا علاقة بها، ان كان بالدوري الاوروبي ولا الدوري الامريكي، ايضا صار موضوع انه احتفال بالشارع، هاي مشجعين خاصة الريال وبرشلونة. بالضبط هذه النقطة اليوم. ممكن البعض يفسرها انه هي حالة الكبت اللي دا يعيشها الشباب، لكن ما اعتقد انه هذا مبرر. نعم يعني فعلا بالحد الاحتفالات اللي مو بس احتفال فوز منتخبنا على عمان، ممكن انه الشوارع انسدت، السيارات بالشارع بطريقة نحتاج لتنظيم الدرجة الأولى، نحتاج إلى تنظيم أفكارنا، نحتاج ممكن إعادة النظر بالمنظومة الأخلاقية كلياتها. نعم
هنا المشكلة. طيب ست رسل، شنو رأي حضرتك أنه هناك الكثيرين يوثقون أفراحهم ومناسباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، لا بل يحرصون على توثيقها بوسائل التواصل الاجتماعي، ومن إحنا نجي نشوفها يا ست رسل نرى الغرائب والعجائب في هذه الاحتفالات، شنو رأيك؟ ممكن كان عندي تعليق داخل السؤال نفسه، أنه هو مو مجرد يوثقها، لا هو يتعمد يسوي أشياء لدرجة أنه ممكن إحنا للأسف هذا المفهوم الانتشار الواسع الطش، المهم هو يتعمد يسوي أشياء مناسبة لدرجة أنه ممكن يحصل انتشار أوسع، فمو مهم شنو، المهم مش قد راح يكون مشاهدة. نعم فعلا مع شديد هذه النقطة. النقطة بالحقيقة أنه خلينا نكون صريحين أنه جزء من مشاهير هم السبب للأسف. يعني أنا اليوم كإعلامية أشوف أنه بعض المشاهير اللي موجودين على مواقع التواصل وغيرها لما يوثقون كل شيء داخل البيت، داخل المطبخ، داخل غرفة النوم، بالتالي صار عادي عند الناس. نعم. فبالتالي أي شخص هو المهم صار أنه يقلد الشخصية الفلانية. شلون شنو مردودات هذا الموضوع، إيش راح يصير بعدين؟ نعم. بعد سنة سنتين من راح أشوف نفسي بهذا الفيديو، راح أستحي من نفسي أو ما راح أستحي من نفسي، راح أستحي من الآخرين أو لا، هذا كله مرين حسب. نعم. هنا نقطتي إنه عندنا خلل حقيقي بالأخلاقيات. المفروض إنه اليوم دورنا كإعلاميين، دور الشخصيات المسؤولة، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات الحكومية نفسها، تربية، التعليم العالي، احنا ليش نروح بعيد انه حفلات التعليم العالي اللي هم ممكن نموذج يحتذى به، ممكن انه طالب الجامعة كان إلى وزن انه هذا خريج، هذا تعبان على نفسه، هذا دارس. بالتالي اليوم حتى هذه المنظومة بيتم خرقها بشكل أو بآخر، ممكن أنه يتكون فردية لأشخاص ممكن، لكن تصويرها بهذه الطريقة ونشرها بهذه الطريقة أثر على كل الطبقة الطلابية اليوم. نعم فعلا. طيب ست رسل، برأي حضرتك ايش قد تقبل المجتمع لهذه التصرفات اللي تبدر من البعض؟ يعني اني اشوف شباب مع شديد الاسف، وحضرتك تكلمتي عن بعض شباب الجامعه، اشوف قسم من الشباب او المراهقين انه دي يتقبلون هذا الموضوع، يعني انه اذا شافوا انه عذرا تصرفات غير لائقه او انه مظاهر مبالغ فيها يطلع تليفونه ويصور، كلش طبيعي انه يصور فرحان ويتداوب ضحك ويشوف هذا الموضوع، ولكن انه شيء ممكن انه بمعيب. هي هنا النقطة، ليش دا اقول لك انه عندنا مشكلة دكتورة، مشكلة بالاخلاقيات، احنا نحتاج نعيد من جديد. نعيد كتاب الاخلاقية، يرجع للمدارس، التربية الاخلاقية، نرجع من البداية، نرجع من الصفر. لانه فعلا اكو مشكلة كبيرة، ولو نرجع للحقيقة هذه المشكلة هي اللي دتعم على اعتبار انه هي دا تكون بمواقع التواصل. لكن حتى لو نزلنا انا وحضرتك ميدانية للجامعات وراح نسأل الطلاب عما يدور بحفلات التخرج، اغلب الطلاب هم رافضين لهذا الموضوع. اكيد فعلا فعلا ست رسل، كطلاب حقيقيين انا متأكدة اليوم لو نزلنا انه شو رأيك، انه لانه تبقى عندنا انه عيب بنية ترقص او عيب بنية لابسة ملابس لا اخلاقية بهيج احتفالات، لكن انتشارها بهذه الطريقة عن مؤثر. يعني احنا مجتمع اليوم كثير بدكتورة بالمثقف وبالجاهل مع احترامي، اليوم لما يشوف هذا الموضوع بأساس محدودية التفكير، اليوم لما أشوف أنه بنات بطريقة تتنافى ويا أخلاقياتي، راح يصير عندي فكرة أنه كل بنات الجامعات هالشكل، راح أحرم بناتي من الدراسة. نعم، في حين هو الواقع هذه تأثيراتها هواية ست رسل. نعم، هو دا ينطي صورة غير واقعية. تقصدين حضرتك أنه وسائل تواصل انتشارها دا يسبب مشاكل. هي قد تكون حركات فردية، قد تكون تصرفات فردية، لكن أكو مردودات. يا ترى هل هذه المردودات مقصودة أم غير مقصودة؟ يعني اليوم أنا متأكدة إيش قد من العوائل وإيش قد من البنات الحرمة ومن الدراسة بسبب ما نشوفها من فيديوهات، وبسبب ما نشوفها من أشياء لا أخلاقية تخص الجامعات. نظرة عامة إنه هي وين تروح للجامعة حتى ترقص، تروح للجامعة حتى إيش تسوي، تشتغل تسوين. نعم
نظرة الأهل فعلا ده تختلف ويضربون أحيانا أولادهم وبناتهم بسبب ما يراه. نعم فعلا فعلا عيني. طيب برأي حضرتك ست رسل، هو ليش يبالغون الشباب هيك بالتعبير عن مظاهر الفرح؟ يعني اليوم احنا نشوف إذا فاز المنتخب العراقي أو فازت أحد الفرق اللي شجعها الشباب، وبالأخص أنت تشوف هاي الحالة منتشرة عند الشباب، أنه التعبير عن مظاهر الفرح بطريقة غريبة عجيبة تصير يعني وغير لائقة من البعض. وكذلك الحال ببعض، حضرتك ذكرتي أنه بعض الاحتفالات التخرج اللي تصير بقسم من الجامعات، ومع كل التجديد من الجامعات ومن وزارة التعليم العالي، لكن أنه الطلاب دي يتصرفون تصرفات ما أعرف غريبة عجيبة البعض طبعا عذرا، يعني حاشا لشبابنا وشاباتنا أنه الغالبية لا ما يتصرفون هو الهدف طش أنه يجيب مشاهدات. أنا أرجع أقول متأكدة بعد سنة سنتين لما حيشوف نفسه شنو موقفه من جديد موقفه. نعم. بعد كم سنة من يصيرون عنده أولاد ويشوفون أولاده هذا الفيديو شنو موقفه قدام أولاده. نعم. هنا النقطة إنه ماكو حسابات للمستقبل، ماكو حسابات إنه أوكي وبعد سنتي. نعم. قلة إدراك، قلة تفكير للأسف. يعني اليوم الشباب ممكن إنه مندفع بطريقة بدون تفكير، بطريقة عشوائية. نعم. هذه كلها لها مردوداتها بعدين، بس هي المشكلة إنه بعدين ما حد يفكر فيه من الشباب. فعلا ست رسل، أنا اللي أشوفه أنه نشر للبعض بوسائل التواصل الاجتماعي لبعض الأمور اللي يقومون بها بشكل عام والاحتفالات بشكل خاص. يعني أنا أسأل الشاب بهالحالة، أنت باكر عقبة ترجع تشوف أنت هذا الفيديو شنو راح تقول؟ زين أولادك يشوفوه أو بناتك شنو راح تقول لهم؟ زين عائلتك يشوفها أو حتى الشابة شنو ردود فعلكم على هكذا؟ وبالأخص أنه هذه الأمور توثق بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما تمسح ست رسل. طيب برأي حضرتك ست رسل، كيف ممكن نعالج هكذا مظاهر اللي انه المبالغ بها اللي دا تصير بالتعبير عن حالات الفرح؟ يعني أنا قبل فترة حتى شفت انه اكو ناس جايين من العمرة، جايين من الحج، بدأوا يحتفلون في الطريق غريبة شوية، يعني أنا دا استغرب الموضوع بدأ يعني يصير زايد عن اللزوم، وصراحة يعني كل من دا يشوفه دا يستغرب انه هاي الحالة ليش دا تصير. برأي حضرتك شلون ممكن نعالج موضوع انه المظاهر المبالغ بها بالاحتفال سواء بحفلات التخرج، بالزواج، بال يعني بحفلات اعياد الميلاد، او انه باي مناسبه منها الحج والعمره، منها بعد ايام عندنا راس السنه ان شاء الله على الابواب. فشلون شلون راي حضرتك شلون ممكن نعالج موضوع المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات؟ تفضلي ست رسل. بصراحة موضوع صعب وممكن إنه متشعب هواية. أعتقد إنه بعض الاحتفالات ممكن السيطرة عليها، حفلات التخرج، حفلات الأعراس وغيرها، ممكن هذا السيطرة عليها على اعتبار إنه الجامعة تخلي احتفالية مركزية مثل ما هو مقام وتمنع الاحتفاليات الثانية. بالتالي وجود احتفالية مركزية رح يقلل ورح يكون منظم أكثر، رح يقلل من هكذا حالات. ممكن حتى احتفالات رأس السنة لو كانت احتفالية واحدة منظمة بطريقة أنه يتم السيطرة عليها، هذه الأمور ما ممكن أنه حلها ببساطة، ولا ممكن حلها اليوم أو باكر أو بعد سنة. تحتاج وقت كثير، تحتاج نبدي بالتنظيم، على اعتبار أنه اليوم الشاب بحاجة لأنه يعرف شلون ينظم الأمور، شلون ينظم احتفالات، شلون على الأقل يضبط مشاعره بمثل هيك مواضيع، خصوصا انه فوز المنتخبات وغيرها اللي هو يحبها. هذه النقطة احنا محتاجيها، شوي شوي نبدي بالتنظيم. إضافة الى هذا احنا محتاجين بخط موازي نرجع وارجع واقول نرجع ندرس أخلاقية وندرس المواطنة، وشلون انه انا لازم ما اثر على غيري. اليوم الشارع هو ملك عام مو ملك الوالد، حتى انا اخلي سيارتي بالارض واعلي صوته اقطع الشارع اذا احتفل وينزلون يرقصون بنص الشارع. اليوم ايضا دور للقوات الامنية هيك حالات لما يتم التعامل معها بحزم بغض النظر، أوكي رح يجي يصور واحد اثنين وشوف شلون إنه أوكي هذا ما لي علاقة بي أنا، لما أتعامل بحزم مثل هكذا حالات حيكونون درس لغيرهم. نعم
هنا النقطة. يعني بعض الأشخاص إحنا ما ممكن نعمم، بعض الأشخاص ممكن تنفع وياهم الأخلاقيات تعلم انضباط وغير، البعض ما ينفع وياه الموضوع، هو لازم أتعامل وياه بحزم حتى يكون درس الغير. بالتالي اليوم دور المؤسسات إنه تسيطر على طلابها بالنسبة للتعليم العالي أو وزارة التربية وغيرها. أنا مو ضد الاحتفال، بالعكس كنا تخرجنا واحتفلنا وخدشي خدوا صور التخرج مالتنا، بس المفروض تكون بطريقة إنه إحنا نفخر بيها. أحسنتي. نعم نعم. مو بعدين إنه تعال خلي أحذف الفيديو أو الفيديو منتشر وتعال شوف المجلات اللي نشرت هذا الفيديو وأنا شلون أحد وردود الفعل اللي حصير على أساس وش قد يأثر على ذوق العام. نعم. إحنا مع الاحتفال، وأني مع إنه باكر عقبي يتخرج ابني أو تتخرج بنتي وأشارك الاحتفال وأحضر وياه، أنا مو ضد الاحتفال ولا ضد الفرح. نعم. يعني ضد إنه يكون بهذه العبثية. نعم. خلي يكون كل شيء منظم، كل شيء بمكانه، احترام لخصوصية الآخرين. أنا ما ممكن اليوم أسوي عرس ابني وأنا قاطع على الشارع مع المنطقة كل الفرح كله مقطوع، زين والباقي شنو ذنبه؟ نعم. زين جيران تمرض شنو ذنبه؟ يعني هنا النقطة، إحنا لازم نرجع أخلاقيات وقيم مجتمعية، نرجع نعززها من جديد والمدارس على الأقل. نعم. حسب علمي ست رسل أنه درس الأخلاقية دي رجع يمكن للمدارس الابتدائي. أكو إجاء قرار أنه يرجع. نعم. لحد الآن هو لحد الآن ما تم تطبيقه، إن شاء الله يتم تطبيقه. شكرا. أكيد يعني. نعم. نحتاج موضوع الأخلاقية. أكيد الوطنية. أكيد. نعرف أنه كيف نعزز الانتماء. أكيد. اليوم الانتماء هو مو بس أنه لا أروح حارب ودافع عن الوطن، لا، انتماءنا أنه شلون نحافظ عن ممتلك البلد. نعم. نعم. التركات العامة، الشوارع. هي هنا النقطة أيضا ست رسل، تعقيبا على كلام حضرتك، جزء من انتمائنا لبلدنا والمجتمعنا واحترامنا له أنه إحنا لازم نكون حذرين بكلامنا وتصرفاتنا، وبالتالي المظاهر هذه المبالغ بها بالاحتفالات لازم نخلي بنظر الاعتبار أنه هي تأثر على الذوق العام للمجتمع، لأنه أنت جزء من المجتمع، إذن أنت لازم تحترم المجتمع. ما أنت مثل ما ذكرتي حضرتك، هو مو بس بيته أو هي مو هو مو شارع الملكة، لا، هو شيء عام فالمفترض يحترمه. شكرا جزيلا لحضرتك ست رسل، كنتي ضيفة على برنامج الكل مشكلة حل، واستفادينا من كم المعلومات اللي عرفتينا بها أو زودتينا بها. شكرا لحضرتك، ويا ربي إن شاء الله كل من يسمعنا اليوم وكل من يشاهدنا يستفاد من هذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بحضرتك ست رسل رياض الإعلامية في برنامج الكل مشكلة حل، وإن شاء الله نلتقي. هذا مو آخر لقاء، إن شاء الله لنا لقاءات مستقبلا إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. إن شاء الله تشرفت فيك دكتور. الله يخليك، أهلا وسهلا. ونعود إلى حضراتكم مرة أخرى، كانت معنا الإعلامية ست رسل رياض، وكانت مشكورة، تحدثنا عن المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. أتابع كلامي بخصوص هذا الموضوع وأقول أنت اليوم من تحتفل، أنت فرحان بفوز المنتخب، أنت فرحان بمناسبة صارت عندك، يعني لازم الناس كلها تحتفل وياك؟ طيب حتقول لي إيه دكتورة، مو إحنا غير فرحان. تمام، أنت اليوم فرحان، لازم تراعي مدام أنه أنت جزء من هذا المجتمع، أنت جزء من أو فرد من أفراد المجتمع وعندك انتماء لهذا المجتمع، بغض النظر عن عمرك وبغض النظر عن مستواك التعليمي وبغض النظر عن قناعاتك، لكن لا تنسى أنه أنت جزء من هذا المجتمع. أنا أتعجب على أنه بعض الشباب، وهذا شفت الموضوع قبل أيام باحتفالات كانت بفوز المنتخب، يا عين يا أخويا يا ابني، هسه أنت تحتفل بفوز المنتخب، تنزل من سيارتك وتبدي تتلفظ بألفاظ غريبة عجيبة، لا تراعي أكو ناس بالشارع، لا تراعي أعمارهم، لا تراعي وضعهم، تبدي يعني عذرا بعض الشباب يبدون حتى يخطون يتلفظون كلمات نابية. يعني أنا قبل أيام وأثناء لعبة المنتخب العراقي لاحظت أنه أحد الشباب في أحد شوارع بغداد في الازدحامات، كان هناك ازدحام، وقف سيارته، طبعا هو وأصدقائه، توقف بسيارته وبدأ يتلفظ ألفاظ غير لائقة عذرا يعني على الناس. أنا استغربت هذا الموضوع، طبعا الناس ده شباب عليه وما عرفوا شي يسوون صراحة، يعني أنت شلون تجاوب شاب هو ده يغلط ده يتجاوز عليك بدون سبب؟ بس أدعى
يعرف السبب هذا هو شنو، هو ليش دا يغلط، هو فرحان فبدا يغلط على الناس، ما اعرف يعني صراحه الموقف جدا كان غريب. ايضا موقف ثاني لاحظته يصير في احد شوارع بغداد، انه وفي قمه الاحتفالات واحنا فرحانين بفوز فريقنا العراقي اللي جدا نفتخر به، زين لاحظت انه هناك بعض الشباب وبعض الشابات نزلوا بنص الشارع وبداوا يرقصون بنص الشارع، هلا اقولها بالعاميه هيك، واكيد انتم شفتوها بوسائل التواصل الاجتماعي. وسؤالي هنا، اول شيء انتم ما شفتوا نفسكم بالشارع ساعه 11 ساعه 12 بالليل انتم ترقصون بنص الشارع؟ طيب حتقولوا لي هاي حريه شخصيه، وياكم اذا هي حريه شخصيه، مو المفترض انه انتم مثل ما عندكم حريه شخصيه تراعون الحريات الشخصيه الاخرين وتحترمون ذوق المجتمع؟ طيب انت نزلت بنص الشارع او انت نزلتي وبديتوا تقومون بحركات يعني دالة على فرحكم ترقصون نقولها بالعامية وهيجي، طيب انتم مدة ترقصون بنص الشارع، ما قلتوا شارع انسد، ما قلتوا اكو ناس واقفة، هسا احنا كلنا بدنا نحتفل بس الاحتفال بهالطريقة، زين هذا اللي ينزل جام السيارة ويصيح، وهذا اللي يبدي لو ما اعرف يعني يتصرف ويا جماعته في التصرفات غريبة عجيبة، زين يا ابني، زين يا اخويا، زين انت ما تقول اكو عوائل بالشارع، اكو ناس بالشارع، اكو شابات، اكو اطفال، انت شلون تتصرف هيك تصرفات؟ والله شنو أنا فرحان، افرح يا عيدي بس افرح بحدود، يعني مو تفرح انه انت باحترامي طبعا للحرية الشخصية، لكن مو تفرح بطريقة بحيث انت تأذي المقابل، ليش؟ يعني انت تتأثر على الذوق العام. هذا بالنسبة للاحتفالات للصير، يعني احيانا احنا هسه مثلا بعض الفرق، مثلا فرق ريال مدريد برشلونة غيرها يلعبون كثير من المشجعين، لكن انه انت تكون قاعد في مطعم او جالس بمطعم زين او جالس في مقهى وتبدي انه ردود فعلك لمجرد انه الفريق فاز او خسر، زين الناس شنو لها ذنب تقوم لو تتحرك ويا البقيه؟ لو انه انت اذا فرحان بفوز المنتخب اللي انت تشجعه تبدي تحكي كلام غريب او تصرف تصرفات غريبه اتجاه الناس الموجودين بهذا المطعم او بهذا المقهى؟ والسؤال هو ليش؟ ما انت جزء من المجتمع. وسؤالي ايضا، انت لو عائلتك، أختك، والدتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أبوك، أخوك في هكذا موقف، ترضى لهم إياه؟ سؤال يعني، ترضى لهم إياه لو ما ترضى لهم إياه؟ يعني تقبل إنه واحد يتجاوز عليهم عيني؟ تقبل إنه واحد إنه يبدي يتصرف تصرفات غير لائقة أمامهم؟ تقبل إنه يبدون إنه يعني ردود فعلك أنت تنعكس على البقية والبقية ردود فعلهم ينعكس عليك أو على عائلتك؟ أكيد رح تقول لي لا دكتورة، وهو عائلتي شي طلعها بهالوقت، ولا أكيد ما تقعد بهيجي مكان، لا أنت ليش قاعد بهالمكان وأنت ليش طالع بهيجي وقت؟ إذن اتوقع انه غيرك هم متقبل موضوع انه يقعد بهالمكان، يقعد هيك وقت، يطلع هيك وقت يحتفل، والمفترض من عندك انه انت من تشوف هيك شيء تحترم المجتمع، تحترم المقابل، تراعي شيء اسمه الذوق العام. يعني قبل ايام ايضا في احد لعبات المنتخب العراقي انه لاحظت انه هناك شباب نزلوا وسدوا الشارع دي يسولفون بيناتهم، يا عيني يا ابني يا اخوي، انت تسولف ويا صديقك إلا بنص الشارع؟ ما تقدر تأخذ على جهة وتحكي وياه؟ لو تبدي تصيح عليه، لو يصيح عليك، وها أقول لك إيش قد المنتخب أحرز أهداف ورح يفوز لو لا، والله إذا يفوز لا أنا أحتفل بطريقة وبنص الشارع، يعني إلا العالم كلها تسمعك وانت تحكي؟ يروح أحكي وياه على جهة خابرة، أحكي وياه أو قعد بمكان وسولفوا، إلا هذا رد الفعل أمام الآخرين. و نتابع وياكم إن شاء الله البرنامج بعد الفاصل.
برنامج الكل مشكلة حل، ولا زلت مستمرة بالحديث عن المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات. قبل قليل ضيفتنا الكريمة تحدثت عن موضوع اللي هو الاحتفالات أو احتفالات التخرج في بعض الجامعات العراقية. مع كل الاحترام والتقدير كل الإجراءات اللي تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا الجامعات العراقية بخصوص حفلات التخرج، لكن اللي دا ألاحظه أنه لا زال بعض الشباب غير ملتزمين بموضوع الاحتفال، طريقة الاحتفال بالتخرج. يعني اليوم أنت يا عيني أو أنت يا عين تتخرجون، تمام، هذه فرحة كبيرة لكم وفرحة كبيرة لأهلكم، لكن لما تصورون وتظهرون بوسائل التواصل الاجتماعي ما تقولون أنه هذا الفيديو اللي أنتوا صورتوه أو هذه الصور اللي أنتوا التقطوها قد توثق، أنه قد تبقى، وبعدين ورا فترة تتذكرون ترجعون تحذفوها. زين، بعض التصرفات اللي تكون عذرا غير لائقة من بعض الشباب أو الشابات أو المراهقين أو المراهقات بشكل عام وفي حفلات التخرج بشكل خاص اللي تصير، سؤال هنا، أنت تتقبل وراء سنة سنتين والدتك تشوف الفيديو، أمك يعني والدتك هي أمك تشوفه، أمك العزيزة، والدك العزيز يباعون هذا الشيء اللي أنت سويته؟ زين، زوجتك باكر عقبه أنت من تتزوج شو تقولها؟ هذا اللي دا يرقص بهالشكل، هذا أني؟ زين، أنت قدوة صالحة لأولادك، مع احترامي لحريات الشخصية، لكن ما هو كل شيء إلى فترة وينتهي. فأنت اليوم مستمتع مع أصدقائك وفرحان ودا ترقص وكذا، زين، باكر عقبه أنت من توصل مرحلة عمرية معينة وأولادك يباعون هذا الفيديو، ش حتقول لهم وانت قدوتهم؟ ش راح تقول؟ ش دا تسوي؟ زين، سؤال هنا، انه قد بعض الشباب يقولوا لي دكتورة مو احنا دا نحتفل، هذه حرية شخصية. تمام، هو ما حد مانعكم من الاحتفال والحرية الشخصية، لكن طريقة الاحتفال، يعني برأي حضراتكم هل لائق انه طالبة جامعية دا تتخرج من جامعة مرموقة من كلية محترمة انه ترقص بشكل يعني ما أعرف، لا ما شلون أعلق على هذا الموضوع، وقابلين أنتم بهكذا موضوع؟ طيب، هل أحد نصحها عيني؟ هل أحد من زميلاتها قالوا لها ما يجوز؟ أهلها قالوا لها ما يجوز؟ طيب، رد فعل الأهل لما ينتشر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها أو أنه طريقة الاحتفال ده تحتفلها مع، وأرجع وأقول مع احترام لحريات الشخصية، لكن إحنا ده نحكي على موضوع أخلاقي. طيب، من هيك يشوفون ومن تنتشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعي وينتشر فيديوهات اللي ده توثق احتفالات التخرج، ترجع وتقول ليش نشرتوها؟ وقد يصير لها مشاكل لا سمح الله مع الأهل، أو أنه هي خطية قد تكون بوضع نفسي محرج، لأنه ليش الناس علقت هيك على الفيديو؟ أنا مجرد ما أنه ظهرت بالفيديو صارت كذا تعليقات، زي ليش أنت ظهرتي بهذا الفيديو اللي هو أنت تعرفين أنه هو غير مناسب؟ يعني مع احترامي لكل من يسمعني. أو الشاب نفس الشيء، يعني أنا دا أشوف قبل فترة في أحد الجامعات، وما أريد نذكر اسم الجامعة احترامي لكل الجامعات العراقية، في أحد الجامعات بدأ يعبر عن فرحته بتخرجه بطريقة أصلاً الواقفين وياه استهجنوها، الواقفين وياه من الشباب والشابات. فكيف اللي شاف الفيديو من النشر بوسائل التواصل الاجتماعي؟ طيب، أنتوا يمكن توافقوني الرأي أنه إحنا أول ما ينتشر فيديو أو أي صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أول شيء نسوي نروح على التعليقات. يعني أنا من الناس اللي أول شيء أول ما أباوع صورة أو أول ما أباوع فيديو ينشر أي شيء يعني أي حدث بالمجتمع، أول ما أشوف أنه بعد ما أخلص الفيديو أنزل على التعليقات وأشوف ردود الفعل. اللي ألاحظه أنه كل الاحتفالات المبالغ بها، سواء هذه كانت الاحتفالات بالعراس أو سواء كانت هذه احتفالات التخرج أو سواء كانت هذه الاحتفالات بأنه أعياد الميلاد وغيرها، اللي ألاحظه أنه الناس بدأت تتقبل الموضوع. الناس صح يجوز الشاهد، يجوز تنطي لايك، لكن ترجع وتكتب أنه هذا الشيء مو مقبول، لطفا التزموا بالمنظومة الأخلاقية. عليه أرجع وأقول لكل شبابنا، ومع احترامي الشديد لكل شبابنا وشاباتنا، لكن هذا الشيء مو
الكل يتصفون بالبعض، والبعض يعني قلة قليلة، أنه أقول لهم لطفا انتبهوا يا أولادي يا بنات يا عيني، انتبهوا على موضوع الالتزام بالمنظومة الأخلاقية، وكل شيء أنتوا ترى تتكلمون عنه أو كل شيء أنتوا تسووه ترى يعني أنتوا نفسكم تحاسبكم عليه قبل ما يحاسبكم عليه المجتمع، أو قبل ما يأخذ رد فعل من المجتمع. أما أنه أنا بس مجرد أنشر أصير تريند أو أنه أحصل لايكات من وسائل التواصل الاجتماعي وبعدين وشنو رد الفعل بعدين يعني. زين، نرجع لموضوع ثاني اللي هو يصير أنه أشارت إلى الأخت الفاضلة ضيفتنا الكريمة ست روسل، أشارت إلى موضوع المشاهير. المشاهير مع شديد الاحترام لحريات الشخصية ولكل ما ينشره، هو كل ما ينشر المشاهير أني أشوفه يعني أني ما أقدر بهالحالة أنه أعتب على المشاهير، أقولهم أنه يقول لك أني أريد أنه يعني إلي جمهوري وإلي متابعين اللي أنشره وأني حر فيما أنشره، لكن أنت أيضا جزء من المجتمع، عليه أنه لازم تحاسب نفسك أنه شدة تنشر شدة تحكي يا عيني شدة تقول لي. كثير من الناس متأثرين بك، والتأثير من يعني التأثر بالآخرين يجعلنا لا إراديا نقلدهم، وبالتالي أنت يا عزيزي المشهور أو عزيزتي المشهورة من تنشرون وسائل التواصل الاجتماعي يومياتكم، تنشرون مظاهر الاحتفالات، هذه حرية شخصية، لكن الله يحفظكم راعوا أنه أنتوا قدوة لغيركم من الناس المتأثرة بكم. يعني إحنا من نتأثر بشخصية راح نعتبرها قدوة إنه، وبالتالي لا إرادية نتأثر بطريقة كلامها بلبسها بتصرفاتها، فراعوا يا عيني أن هناك أناس تتأثر بكم وبالأخص شريحة الشباب وشريحة المراهقين، وبالتالي أني المفروض شنو أتكلم شنو أتصرف أكون مسؤولة عنه، المفترض هيجي. طيب نرجع الموضوع ثاني اللي هو موضوع الاحتفالات، مثلا احتفالات برأس السنة أو أنه الاحتفالات رأس السنة الميلادية أو رأس السنة الهجرية أو الاحتفالات اللي تصير من البعض بأنه أعياد الميلاد أو حتى بالجديد بيتبعوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الاحتفالات بالحج والاحتفالات بالعمرة بالعودة. طبعا زين، هو أني لازم أعرف الناس إيش قد أنا عندي مثلاً مبالغ أو شنو إمكانيتي، يعني ما معنى إمكانيتي المادية أني غني لو أني فقير. زين، راعوا يا عيني أن هناك ناس بالمجتمع هي بإمكانيات متوسطة أو إحنا نسميهم التحت المتوسطة، يعني اللي هي الإمكانيات المحدودة. زين، أني من أنشر هذه مظاهر البذخ بالأعراس وكذا، زين ما أقول رد الفعل على إنسان هو يجوز دي يشوفني هو ما عنده إمكانية يوفر جزء ولو بسيط من اللي أنا قاعد أنشره بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني طبعا هذا إحنا متى ما شعرنا بالآخرين ومتى ما قدرنا ظروف الآخرين ومتى ما احترمنا الآخرين في مجتمعنا، هذا يدل على انتمائنا ومحبتنا لمجتمعنا. فلطفا لطفا يعني خلي نراعي من ننشر بوسائل التواصل الاجتماعي شنو قاعد ننشر وشنو المظاهر الاحتفالات المبالغ بها. بالنسبة للأعراس بديت أشوف الغرائب والعجائب في احتفالات الزواج. في احتفالات الزواج كان قبل أنه عروس وعروسة وقاعدين بالحفلة بقاعة مثلا والأهل وده يحتفلون بيهم الأقرباء المعارف، هسه بدأ العريس البعض طبعا العريس والعروسة ما أعرف يعني عذرا يعني يرقصون بطريقة مو طبيعية وتصرفون تصرفات مو طبيعية، ده يصيرون ترند بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا صحيح برأيكم؟ طيب أنت محتفلة وألف مبروك وتزوجتي، وأنت محتفل وألف ألف مبروك تزوجت والله يتمم لكم بالخير والسلامة، أكو داعي انه انت تنشر تفاصيل انه انا جبت لها هيجي وسويت هيجي وهالقد الذهب وهالقد الكذا، ما تراعي انه اكو ناس قد ما يكون عندها هالإمكانية مثل ما انت عندك، وبالتالي خطية نفسية يتأثرون. طيب هذا موضوع وتقولوا لي انه كل انسان والله سبحانه وتعالى مقدر له رزقه، طيب انت من تتصرف تصرف انت بعرسك او هي تتصرف تصرف، هاي يعني التعبير عن مظاهر الفرح. زين، وهذا ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي، ما
تخلون ببالكم انه من ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي شنو رد فعله على الناس، شنو حيقولون. طيب ورا سنين انتم ترجعون وتشوفوه شو تقولون لاولادكم، زين انتم ليش هيك يعني صرفتوا بهالشكل المبالغ به بالتعبير عن فرحتكم؟ واحيانا مو العريس والعروسه، يعني احيانا الناس المحيطه بهم. يعني انت فرحان بزواج اخوك، بزواج اقربائك، إيه على كيفك، مو بهالطريقه تعبر عن فرحك، مو بهالطريقه تعبر عن انه انت فرحان. والله عارفين فرحان، والله نعرف تحب العريس وسعيد له، او انت تحبين العروسه وسعيده لها وكذا، لكن بعض الامور يعني وبدا مع شديد الاسف البعض ينشرون مناسباتهم بس حتى تصير ترند بوسائل التواصل الاجتماعي، ينشرون هم راجعين من الحج او العمره بس حتى تصير ترند، ينشرون في احتفالاتهم بالزواج بس حتى يصيرون ترند، ينشرون احتفالاتهم باعياد الميلاد اللي هي يعني هم مع احترامي لحريات الشخصيه، يعني واحد ما يحتفل بعيد ميلاده، بس احنا كلنا نحتفل بعيد ميلادنا، لكن يعني بعض الامور الغريبه العجيبه اللي وهي عيد الميلاد أيضا هذا الغرض من عندها حصد لايكات ومشاهدات وأنه واحد يصير ترند. فحتى لا أطيل عليكم بهذا الموضوع، أتمنى أنه إحنا الراعي دائما مشاعر الآخرين، يعني الراعي أنه في المجتمع هناك طبقات، هناك الغني وهناك الفقير، وهناك يعني نقول الميسور الحال اللي هو الغني، هناك متوسط الحال، هناك الناس محدودين الدخل. وبالتالي أنا من اليوم أسوي شيء أراعي مشاعر الناس، أراعي ردود الفعل على الناس. وأرجع الموضوع اللي هو مهم جدا اللي هو موضوع شباب الجامعة، تحية تقدير واحترام لكل شبابنا الجامعي اللي هو ملتزم بأخلاقه ومتحمل المسؤولية. شديد الأسف أنه من يقومون ببعض الأمور الغير يعني أو نقول غير طبيعية أو المبالغ بها في حفلات التخرج هم قلة قليلة، ترى أغلب شباب الجامعة وكل التقدير والاحترام لهم من واقع تدريسنا إحنا بالجامعات اللي نشوفه أنه شباب ملتزم وأصلا ما يقبل بهذه التصرفات. لكن تعال أنت وقنع الأهل اللي أهل البنية أو أهل الولد أنه هم ما لهم علاقة بهذا الموضوع. تعرفون حضراتكم أنه أكو أهل يمنعون أولادهم أو بناتهم بالأخص بناتهم أنه يروحون للجامعة بسبب ما يروه في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يعتقدون أنه في كل الجامعات هذا الموضوع، ويعتقدون أنه كل التصرفات هي وحدة للشباب الجامعي، وهذا عين مو صحيح. تحية لشبابنا الجامعي اللي ملتزم واللي محترم بلده واللي محترم مجتمعه واللي محترم جامعته واللي احنا نفخر بيهم، واللي كل يوم أنا دا يعني أشوفهم أنهم ما شاء الله متفوقين بدراستهم، محترمين مجتمعهم. الشباب الواعي، شباب اللي دا يتعلم، الشباب اللي بأصعب الظروف وهو دا يعلم نفسه ويتعلم بالجامعة ويروح يدرس يعني عدا الجامعة يروح يطور نفسه أيضا بأماكن أخرى، إنه عن طريق دورات يطور نفسه، يثقف نفسه وأيضا يعمل بنفس الوقت. وتحية لكل إنسان بالمجتمع يعرف أنه هو جزء من المجتمع ولازم يحترمه ولازم يراعيه أخلاقيا ولازم يلتزم أخلاقيا، وهذا دليل على محبة المجتمع واحترامه له والتزامه وانتمائه. عيني كان اليوم موضوع حلقتنا هو المظاهر المبالغ بها بالاحتفالات، وكانوا معكم أنا محدثتكم دكتورة ندى فاروق، وشاركني الحلقة زميلي المخرج أستاذ داود الشمري. شكرا جزيلا لاستماعكم عيني، وشكرا جزيلا لمشاهدتكم لنا بوسائل التواصل الاجتماعي، وانتظرونا الأسابيع القادمة في مواضيع جديدة إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع.